يا أستاذ أديب، أهلا بك على شاشة الغد. يعني بداية، وفد من حماس رفقة وفد إيراني في موسكو، برأي حضرتك ما أهمية هذه النقاشات حالياً؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم. نعم، هذه الزيارات تتسم بأهمية، وهي أيضا يعني تأتي في سياق المشاورات الكثيفة التي يجريها شركاء روسيا مع الجانب الروسي، وخاصة إيران والجانب الفلسطيني، لأن روسيا تبدو بأنها الدولة الأكثر إمكانية للقيام بجهود الوساطة بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل، لأن الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفا إلى جانب إسرائيل، موقفا صارخا ومؤيدا بشكل كبير للأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. لكن أهمية هذه المشاورات خاصة فيما يتعلق بالوفد القيادي لحركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، وهو أن الجانب الفلسطيني أكد على أولوياته بضرورة مناقشة قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، أو حتى مناقشة مسألة الإفراج عن بقية الرهائن. بالطبع حماس لا يمكن أن تناقش هذا الموضوع بمعزل عن المطالبة بوقف إطلاق النار والسماح بالمساعدات الإنسانية، وخاصة الوقود بالوصول إلى المنشآت المدنية والاجتماعية الفلسطينية، وخاصة المستشفيات. ويبدو أن الجانب الروسي كما يفهم من التعليقات والتقارير الصادرة هنا يبدي تفهما للمطالب الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لأنه على علم بأن الجانب الفلسطيني يقيم وزنا كبيرا لهذه القضية، وربما تكون الموجة الأخيرة من الانتفاضة الفلسطينية المسلحة هذه التي نراها هي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وباعتقادي بأن روسيا التي تقيم علاقات متوازنة وتقف على بعد متساو من إسرائيل والفلسطينيين، أصبح بإمكانها أكثر من أي طرف آخر أن تقوم بجهود الوساطة بين الجانبين. وربما يجري الحديث بالدرجة الأولى الآن عن التدرج في اتخاذ خطوات تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، خطوات تبدأ بهدنة إنسانية مقابل الإفراج عن بعض من الرهائن، ثم تمضي هذه الخطوات قدما إلى حين الوصول إلى وقف لإطلاق النار. أستاذ أديب، يعني الوضع في غزة صعب للغاية، يعني كيف يمكن الخروج من هكذا أزمة تكون فيها ورقة التفاوض هي الإنسان؟ يعني خصوصا أنه حتى الآن هو لا يوجد ضمانات، هي حماس كيف لها أن تفرج عن رهائن؟ وهي يعني بلينكن منذ أيام يتحدث عن الإفراج دون شروط، إسرائيل لا تستجيب إلى دعوات وقف إطلاق النار، ما هي الضمانات؟ وهنا هنا هنا تكمن أهمية الدور الروسي، وأعتقد أن أفضل ما عبر عنه هو المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الأستاذ منصور عندما قال بالأمس: لا عدالة في هذه الأرض. فهذا يعني مبدأ يجب أن يتخذ منه شعارا، بأن لم يعد لدى الفلسطينيين شيء يخسروه، وحتى الشهادة بالنسبة للفلسطينيين هي علامة انتصار وليس هزيمة، لأن الفلسطيني لم يعد يقبل بأي حال من الأحوال بهذا الوضع القائم. فالفلسطيني إما أن يعيش بكرامة أو يستشهد فوق أرضه. عموما كان لهذه الجولة النارية وهذه الجولة الكارثية
بالنسبة لما يتعرض له قطاع غزة. هناك عوامل أيضا يعني ساهمت في تغيير الصورة القائمة حاليا، وخاصة على الصعيد الإعلامي. رأينا الملايين تتحرك في شوارع المدن الأوروبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مما أثار ضيق سلطات الاحتلال واللوبيات المؤيدة لها في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. فبالتالي لم يعد هناك أمام الجانب الفلسطيني إلا الإصرار على مطالبه وعدم التنازل عنها مهما بلغ الثمن، بالرغم من الصورة المأساوية، بالرغم من الأعداد الهائلة للضحايا، وخاصة بين الأطفال التي لا يوجد أي إنسان صاحب ضمير إلا ويتأثر بها، ويلزمه هذا الموقف بأن يقف إلى جانب الفلسطينيين في وجه الاحتلال والاعتداء الإسرائيلي. فبالتالي كل ما يدور عنه الحديث حاليا وبالرغم من الآلام هو مطالب فلسطينية لا يمكن التراجع عنها. وربما تكون هناك قضية مهمة أيضا، يحرص الجانب الفلسطيني على حرمان الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أي هدف استراتيجي نتيجة عدوانه البربري البشع ضد قطاع غزة، وهذه مسألة غاية في الأهمية.